السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل في بقية الشابتر العاشر اللي هو عنوانه Dynamics of Rigid Bodies. طيب، خلال المحاضرة الرابعة من الشابتر العاشر هذا هنشوف مثال نشرح به أكثر The Principle of Work and Energy. طيب، معطيات البروبلم هذا بتقول أنه فيه two blocks, block A and block B، كل واحد ماس بتاعه 200 كيلو والآخر 300 كيلو. طيب، هذا حيتحرك إلى تحت، طبعا حيصير translation في الاتجاه هذا، يعني عاوزين نعرف السرعة متاع البلوك A هذا بعد ما يقطع مسافة 2 متر، مع العلم أنه في معامل احتكاك مع السطح هذا اللي هو قيمته 0.25. طيب، أول شيء هنشتغل على البلوك A. بما أنه البلوك A يعني في الأول السرعة متاعه تساوي صفر، بعدين بعد ما يقطع مسافة 2 متر هتكون سرعته كم؟ هتكون velocity V اللي هي المجهول اللي عاوزينه احنا نعرف قيمته. طيب، الفري بودي دياجرام يعني القوة الخارجية الموجودة عندنا الـ WA اللي هي يعني الكتلة بتاعت الجسم هذا، عندك قوة التنشن اللي هي FC بتاعت الكيبل، وعندنا قوة الاحتكاك اللي هي FA، وطبعا النورمال. علشان نجيب الـ W، طبعا الـ W اللي هي الماس في G، الماس هي معطى 200 كيلو، على طول بتكون 1962 نيوتن. بالنسبة لقوة الفريكشن اللي هي الـ FA بتكون الـ ميو كي في النورمال. طبعا النورمال هي نفسها قيمة الـ W، لأنها في حالة اتزان لو نسوي سيجما FY تساوي صفر، يعني الـ WA بتكون NA، عشان بنعوضها على طول نجيب يعني قيمة الـ F، لكن النورمال هنا مجهولة اللي هي عوضناها بال يعني الـ WA، يعني على طول الـ FA بتكون 400 نيوتن. بالنسبة للـ Principle of Work، الشغل بتاعت القوة بتاع القوة كلها يساوي يعني Kinetic Energy 2 إلى Kinetic Energy 1. بالنسبة للـ Work، الحركة بمنها هتكون على المحور Y، يعني كل القوى الموجودة على المحور Y هتسوي شغل. أول قوة الموجودة اللي هي الـ FC في نفس الاتجاه بتاعت الحركة، المسافة المقطوعة هتكون 2 متر، يعني هتكون FC في 2 متر هنا موجب لأن مع نفس الاتجاه الحركة. لكن الـ FA عكس الحركة هتكون minus FA، فالمسافة المقطوعة اللي هي 2 متر. طبعا هذا هو يمثل الـ Work، يعني من 1 لـ 2، position 1 لـ position 2. بالنسبة للـ Kinetic Energy الـ T2 هتكون نص الـ MA في الـ Velocity اللي هي V اللي هي مجهولة، لكن minus T1 مفروض ناقص 0. ليه 0؟ لأن الـ Velocity V1 تساوي 0، لأن المفروض هنا نكتب نص الـ MA في الـ Velocity V1 يساوي square، لكن الـ V1 تساوي 0، علشان كده هنا هذا كله يساوي 0. طيب، بالنسبة للمعادلة هذه بنعوض قيمة الـ FA اللي هي القيمة هذه 490 نيوتن، وبنعوض الماس هنا، بتصبح هذه المعادلة رقم 1. المعادلة رقم 1 فيها المجهول الأول اللي هو الـ FC، والمجهول الثاني اللي هي الـ Velocity، يعني لازم معادلة ثانية. عشان نجيب المعادلة الثانية هنشتغل على البلوك B. بالنسبة للبلوك B هتكون حركة متاعه يعني عمودية، نفس المسافة المقطوعة 2 متر، هينطلق من سرعة صفر، هيوصل للسرعة نفس السرعة V اللي احنا عاوزينها. طيب، إذا كان عاوزين نجيب الـ WB، الـ WB هتكون الماس اللي هي 300 كيلو في G، هتكون 2940 نيوتن. بالنسبة لقانون Principle of Work، الورك يساوي T2 ناقص T1، يعني القوى الموجودة كلها اللي هي الـ FC والـ WB، يعني الحركة هتكون نازلة والقوة FC فوق، عشان كده هتكون minus FC في 2 متر لأنها المسافة المقطوعة. WB عندها نفس الاتجاه بتاعت الحركة، بتكون WB في 2 متر، طبعا يساوي T2 ناقص T1. T2 اللي هي الكينيتيك انرجي اللي هي نص الـ MB في الـ V سكوير، لكن minus T1. T1 زي ما شفنا هنا تساوي 0، لأنها الـ Velocity في البداية هتكون 0. نعوض قيمة الـ WB ونعوض قيمة الـ MB، بنتحصل على معادلة ثانية. طبعا المعادلة الثانية فيها الـ FC المجهول
والفيلوسيتي مجهول، يعني أصبح عندنا معادلتين ومجهولين. طيب هناخذ المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، حنجمعهم الاثنين مع بعض. طبعا لما نجمعهم هذه بتروح مع هذه، تبقى 2940 في الاثنين هي هذه ناقص هذه تساوي يعني نص في 200 مع 300 يساوي 500، والناتج هذا كله يساوي 4900. هذا كله في البي سكوير، على طول نقدر نجيب الفيلوسيتي اللي هي نتيجتها بتكون 4.43 متر بير سكند سكوير، يعني هذه هي النتيجة متاع الفيلوسيتي. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.